الهلال والعين أو بالمعنى الأصح الهلال وسفيان رحيمي ودور أبطال أسيا ودور النصف النهائي. سفيان رحيمي بيلاعب الهلال لوحده زي ما لاعب قبل كده النصر لوحده وسجل 3 أهداف. سفيان رحيمي النهاردة سجل الهدف الأول، سجل الهدف الثاني، سجل الهدف الثالث، تسبب في ضربة الجزاء في الهدف الرابع للعين الإماراتي. قبل كده كان سبب رئيسي في فوز العين على النصر السعودي ذهابا وإيابا. سفيان رحيمي كلنا نعلم جيدا كان معروض على النادي الأهلي من وقت ما كان في الرجاء، ولكن الله يسامحه موسيماني رفضوا علشان خاطر يجيب لنا الدهية ميكسوني اللاعب اللي ما لعبش مع النادي الأهلي 3-4 ماتشات ورحل، وفي الآخر موسيماني قال لك أنا ما كنتش أعرف إمكانيات سفيان رحيمي، أنت ما كنتش تعرف أي حاجة. ولكن سفيان رحيمي بيتفوق على كل اللعيبة المحترفين اللي موجودين في الدوري السعودي بالملايين. فرق الدوري السعودي الهلال والنصر على كمية الفلوس اللي مصروف عليهم من صندوق الاستثمار في السعودية، ولكن متألقين في الدوري السعودي. ولكن أمر غريب وأمر عجيب للهلال والنصر بيسقطهم أمام العين الإماراتي في ملعب العين. النصر سقط والنهاردة الهلال بيسقط في ملعب العين في انتظار مباراة العودة ما بين الهلال والعين الإماراتي. أما متعة دوري أبطال أسيا فهي مباريات صعبة للغاية، وننتظر مباراة عودة. أكيد الهلال مش هيبقى زي مباراة النهاردة.